لماذا رفض النبي صلى الله عليه وسلم شرب الماء بعد الجماعة؟ أمر غريب لا يصدق، ما ستعرفه صادم. الجماع والباء هو هدية فيها أكمل الهدي، ليحفظ به الإنسان الصحة وتتم به اللذة وسرور النفس، ويحصل به مقاصده التي وضع لأجلها. فإن الجماع وضع في الأصل لثلاثة أمور هي مقاصده الأصلية. أولها حفظ النسل ودوام النوع إلى أن تتكامل العدة التي قدر الله بروزها إلى هذا العالم. ثانيا إخراج الماء الذي يضر احتباسه واحتقانه لجملة البدن. ثالثا قضاء الوطر ونيل اللذة والتمتع بالنعمة، وهذه وحدها هي الفائدة التي في الجنة، إذ لا تناسل هناك ولا احتقان يستفرغه الإنسان. في أيامنا الحالية لو بذلت مجهود كبير في جو حار، دائما ينصحك بعدم شرب الماء البارد مباشرة، لأنه يضر الجسد وعضلة القلب، وهذا ما عرفه العلم الحديث، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ينصح به قبل 1400 عام في كل الأعمال الشاقة حتى بعد الجماع. الأطباء يرون أن الجماع من أحد أسباب حفظ الصحة. قال غالينوس: الغالب على جوهر المني النار والهواء، ومزاجه حار ورطب، لأن كونه من الدم الصافي الذي تتغذى به الأعضاء الأصلية. وإذا ثبت فضل المني فاعلم أنه لا ينبغي إخراجه إلا في طلب النسل أو إخراج المحتقن منه، فإنه إذا دام احتقانه أحدث أمراضا رديئة، منها الوسواس والجنون والصرع وغير ذلك، وقد يبرأ استعماله في هذه الأمراض كثيرا، فإنه إذا طال احتباسه فسد واستحال إلى كيفية سمية توجب أمراض رديئة كما ذكرنا، ولذلك تدفعه الطبيعة بالاحتلام إذا كثر عندها من غير جماعة. وقال بعض السلف: ينبغي للرجل أن يتعاهد من نفسه ثلاثا: ألا يدع المشي فإن احتاج إليه يوما قدر عليه، وينبغي أن لا يدع الأكل فإن أمعاءه تضيق، وينبغي أن لا يدع الجماع فإن البئر إذا لم تنزح ذهب ماؤها. وقال محمد بن زكريا: من ترك الجماعة مدة طويلة ضعفت قوى أعصابه وانسدت مجاريها وتقلص ذكره. قال: ورأيت جماعة تركوه لنوع من التقشف فبردت أبدانهم وعسرت حركاتهم ووقعت عليهم كآبة بلا سبب وقلت شهواتهم وهضمهم.